نحن نازحين من ريف المعرة الشرجي حوالي الاخوين ريف اذلب الجنوبي طبعا، وتعرضنا لقصف عنيف جدا جدا جدا، ويعني تعرفون انت وبهالغصب بطلنا نقدر نظل بدورنا، فاضطرينا نهاجر يعني، اضطرينا نطلع من بيوتنا، دورنا على سيارة تحت ظلام ما ابو السيارة 60 و70 و80 الف، واستحكام العالم تستحكم بعضها، وهذا اللي عم يصير بينا. المهم الله بعث لنا سيارة وجينا لهين، حاليا قاعدين نحن هنا مخيم العزة، قاعدين على القاع ما ابو عنها العالم هنا، ونحن قاعدين وعم نفترش السماء والعجان بردانين، وحسبي الله ونعم الوكيل. طلعنا احنا سبع عيلات قاعدين بهالجبلة، هش شوفونه قدامكم، بدنا خيمنا ذرابها بهالجبل، انهدت دورنا وانهدت عمارنا، احنا من ريف اذلب الجنوبي من تحت الغصب والضرب، ست سبع عيلات قاعدين بتشون، بدنا خيم نذربها، المطر فوقنا والضباب والبرد، لا حطب لا صوبات لا شيء، وين بدنا نروح؟